اهلا بيكي النهارده في القاهره 24. النهارده احنا جايين نقول لك مليون مبروك على ليت عيشها لوحدك. كنا معاكي قبل كده في الكواليس وبعدين المره دي جينا بقى اليوم التنفيذ. قولي لي شعورك النهارده ايه؟ انا عايزه اقول لك حاجه، انا متوتره قوي النهارده. انا ما توترتش طول المده اللي ولا حتى وانا بمثل، مش عارفه حاسه بقى ايه النتيجه دلوقتي. دررررا النتيجه، فمش عارفه ان شاء الله هيبقى كويس يعني. ان شاء الله. شيء الفيلم نازل مع افلام كتير جدا جدا، وبقى لنا كتير اصلا في السينما ما نزلش كام من الافلام ده اساسا، فشايفه المنافسه دي بشكل عام ازاي؟ بصي، المنافسه حاجه جميله، بس انا شايفه ان الفيلم ده مختلف، شايفاه مختلف وحاسه. بصي انا مش خبيره قوي يعني في الحته دي، بس هقول احساسي كمشاهده لان انا مش في المجال ده عشان اعرف افتي قوي يعني، لكن حاسه ان بقالنا كتير ما فيش النوعيه دي من الفيلم. اوكي صح، جاوبت صح. لانه اوريدي الفيلم بيتكلم عن فئه عمريه معينه، واحنا اصلا معظم الفنانين في الفتره الاخيره كانوا بيشتكوا ان الاعمال الفنيه مش بتتكتب ليهم، معظمها بيتكتب للشباب بس. بالظبط كده. لما قريتي اصلا السكريبت اول مره، قولي لي كانت النوتس بتاعتك عليه ايه؟ كان ايه النوتس بتاعتك او الملاحظات بتاعتك عليه ايه؟ لا، ما كانش عندي ملاحظات، لان زي ما قلت لك انا يعني هو حسام عارف ان الشخصيه دي قريبه جدا مني، فهو اداني الشخصيه، اداني الشخصيه اللي هو انا. اللي كان ليا تعليق او هو مش تعليق يعني، ان كان في كلام انا كنت عايزه اقوله بس بطريقتي انا، اوكي، عشان يبقى سهل عليا وانا بمثل وفي نفس الوقت احس انا اكتر بس. وهم وافقوا وقتها يعني، قال لي مش فارقه معايا انت حطي الكلام اللي يريحك، المهم يدي نفس الفلكسبيليتي اصلا في النص. بس هي مش كده، هو نفس الكلام بس مثلا في كلمات معينه انا ما بقولهاش فهتبقى تقيله عليا، فاهم قصدي؟ فقالي غيريها بكذا. اوكي خلاص. حلو جدا. الانترفيو بتاعنا اللي فات برده من قبل ما نكتب الاخبار لقينا البيجز اصلا واخده الكوتس بتاعتك والكلام ومطيرينه. قولي لي اصلا شفتي الفكره ان الناس اصلا تقبلت رايك وبشكل ايجابي جدا جدا، ان انت استحرمتي فكره الفلوس و الى ذلك، وان انت وقفتي وعملتي ستوب وقلتي مش هعمل نوعيه البرامج دي تاني، شفتي ردود افعال الناس ازاي على الكلام بتاعك؟ لا، ردود افعال الناس كانت كويسه جدا. الفكره عارفه حاجه، انا طول عمري اونست واونست قوي 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 مع الستات، فهم عارفين، هم عارفين يعني، هو دي ما كانتش صدمه بالنسبه لهم، وهم عارفين لان انا عمري ما اديت نصيحه او يعني، انا بقالي في المجال ده اكتر من 25 سنه من قبل حتى السوشيال ميديا، كان ثرو ميز وتليفونات على الهوا ومن خلال شغلي وكده، فهم عارفين ان انا امينه. وبجد اللي انا قلته لك المره اللي فاتت دي حقيقي، ما اقدرش اعمل حاجه. وعايزه اقول لك انها معروض عليا برنامج، هحط شروطي دلوقتي، يمكن تشوفوني البرنامج، ولا يمكن لا يمكن هنزل التي في تاني غير واي حاجه اعلن عليها ابقى انا امينه ذات نفسها تستخدمها. البرنامج ايه بقى؟ اكيد موضه يعني، هيبقى برنامج ايه يعني؟ موضه برضو. طب على قناه ايه حاجه لسه بقى لما اقول اوكي الاول، ايه شروطك اللي هتقوليها لهم؟ الشروط اللي اقولها لهم ان ديفينتلي انا مش ضد خالص اي دعايه، لان هم لازم يكسب، بس انا ضد ان هم لما يجيبوا ضيوف سواء دكاتره سواء ميك اب ارتست سواء خبراء تجميل سواء منتجات تكون امينه اللي هو انا اقدر اعملها واروح لهم. هتحطيها في العقد؟ اه. حلو جدا. اتعلمت. اكيد مش هقول انا اللي هقدر اقولهم، لكن حاجات لازم اوافق على الضيوف واوافق على المنتجات قبل ما يمضوا معايا. حلو جدا. جيتي في يوم وقلتي او ندمتي ان انت قلتي رايك بصراحه؟ ابدا، عمري. هنشوفك بتكرري تجربه التمثيل تاني؟ لما تقولوا لي ان انا كويسه، ولو انا كويسه يبقى لازم اشتغل على نفسي عشان بس، لكن هي المره دي كده لو عدت يبقى الحمد لله يعني. الحمد لله ان شاء الله. شكرا جدا ان كنتي معانا، وان شاء الله نشوفك نجاحات تانيه اكتر. شكرا شكرا شكرا.